عذرا عذرا عفوا خبينا الكاميرا عنكم قربنا شوي منكم خبينا الكاميرا عنكم قربنا شوي منكم حكيناكم دغشناكم حكيناكم دغشناكم وقفنا الموقف منكم رجعنا التحقيق أسعد الله مساءكم وأسعد الله أوقاتكم جميعا وأهلا ومرحبا بكم في لقاء جديد مع مواقف جديدة وحلقة جديدة من برنامجكم منكم وإليكم ويا عيني عليكم. نشوف اليوم شو معنى بالموقف الأول من الحلقة في الفنانة أو الممثلة ليلى قمري. فنانة وممثلة طلبت من قبل فريق البرنامج على أساس تأتي لتشارك في أحد الأدوار. طبعاً شو عملوا فيها مقلب؟ إنهم أوهموها إنه في مشهد تمثيل عمالهم بيقوموا فيه وفي بعض الأخطاء، وهي أجت على الموعد ولقت هذا الموقف شغال. لأن كيف تتصرف ليلى قمري؟ تنتظر تشوف شو عم بصير، تساعد ما تساعد؟ هذا ما سيوضحه الموقف التالي. جمال جيما حبيبتي لوينك هلا؟ انا ويني جمال ولا انت؟ نطرني نص ساعه بالطريق. جمال نص ساعه ليه؟ اي ساعه موعدنا؟ الساعه 8. وهلا قد ايه الساعه؟ 8 ونص. طيب شو طيب؟ وين نلتقى نحن عاده؟ انت على التليفون قلت لي استنيني برا. برا يعني هذا المكان وعلى هي الطاوله يا جيما؟ نحن صار لنا سنتين بهذا الموضوع. جيما انا المشفى ما بقدر اتركها ولو لساني واحد فقط، ما بقدر روحي بتطلع منها اذا بقدر بتركها. ما بقدر. بعدين انت اذا ما ساعدتيني بصراحه وعمل لك اياها من هاللحظه هي، اذا ما ساعدتيني لنتواصل بحياتنا الزوجيه انا وياكي خطوه خطوه ستيب باي ستيب، لا يمكن تصير علاقه على الاطلاق. حكي حلا بدانك. زرك مفكوك. ما خصك انت. انا محاول مشان ما اعصب، لانه اذا عصبت انا بدي اترك الشغل وامشي. استاذ هو انا من النص اللي انا. طب تفضلي مدام. احنا هيك بنعمل بالنص، احيانا بنمرق اشي عفويه بتمروا. تفضلي مدام. تفضلي. ولا انت هون انا جمال. طيب روح خذ. انت اللي منك حاسس فيني، انت اللي ما عم تشعر بمشاكلي، ولا هو انا كل شيء عم بشعر معك، انت منك حاسس بوجودي، انت ما عم هيك يعني. لا انه انت لا بس اخر شيء انا عملتها مزبوط. ايه اخر شيء عملتيها مزبوط اخر مره هذيك الساعه، بس هلا زرك مفكوك. ما معقول. طب اذا هو لو زر ما خصك. طيب اذا شدد الجاكيت عم تلبكهم تحت، امسكهم من ايده بس ما توصل لهون.
انه هيك انه مدام انت بتحسي معي انه في احساس شد اتجاهي انه ولو انه شو بهيك انه بتحس فيني حس هيك يعني سوري وجعتك لا معلش ما يهمني بس يعني مشان الانفعال اخذ رده فعل انا كمان عندي مشاكل وانا امراه انت رجل تحمل اكثر فهمتي كيف بهالشكل انه بدك هيك تفكري يعني بدك بعمق تفكري هيك انه شو هالانسان اللي ما بيفكر الا بنفسه ليش اناني انت هيك عيشي بهالاشياء كلها بدماغك بتقومي بتحب بتهاجمي هيك بس انه انا بنتينك الساعه 8 انت ما جيت انا طرتك برا هيك عم تعملي انت طرتك برا هلا انا هيك عم بنت ناطره 8 نص ساعه برا يا انا بفوت بطرق كفين بفوت مقهوره ما بفوت انه والله واذا عندك مشاكل بالبيت طلع غصب عنك والله عليك كيف قدرتي هربتي من البيت لحتى قدرتي تقابليه انه هلا شايفه تعبير وجهك كثير حلو هلا عايشه هذيك زمان كان شيء عم حاول عيش بال انسيه ومتى تعتبري هو اللي دام كاتب لي انا هلا بعد شو اوكي اذا هيك بعرف اسوي المشهد يلا 5 4 3 2 وما اقول جمال انت ما عم تحس بالمشاكل اللي انا عايشه فيها اي نوع من المشاكل ما عم تحس باللي عم بيصير شو عم يصير وراكي انت بتعرف انت بتعرف انه اصلا انا مفروض علي حصار البيت ما بس يلا وقف وانا بدي وقف وانا بدي وقف يعني شو بس سمحتي ممكن شو هذا حبيبي انا ما عندي استعداد ادفع ضريبه هاي المساله بالبارعه فنانه نحن هيك بنفكر يي كحشوة دغري ما في ممنوع المشهد بنعاد هيك بهالشكل ولا ايه انت اللي منك حاسس فيني شلون ماني حاسس فيني كيف منك حاسس فيني كل اللي عم بعانيه انا كل اللي عم بشعر فيه كل اللي ما بعرف شو انت اللي ما عم تشعر فيني بالحصار اللي عم كذا هتطلعي فينا شو بدك تاخذ ها بس 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 جيبوا شيء اشربوا جيبوا له شيء صاب مي أنا شو دخلني أستاذ؟ هو تعبان خلقه ما شايفه؟ في مسألة كتير ضرورية شكراً لك طبعاً شكراً لشعوري بس كنا بدي إياكي تعرفي شغلة كتير بسيطة حضرتك مهمة إنه كنت قدام الكاميرا الخفية كاميرا خفية طلت عقب الليل عليا كاميرا خفية طلت عقب الليل عليا طلت عليا وفتنتني بسحرة وجمال طلت عليا وفتنتني بسحرة وجمال أنا أقول شو بها لعمت إنه معقولة يعني ما هويلي انا فعلا ما عندي مشان هالبلع هيك وقفت لي قلبي ويرجف وقعد العرض مثل ديك المذبوح بس ايدك اسمعني عم اقول ايه اذا بعد هذا الموقف نعيش الان المعلومه التي تتعلق في لوحتنا الخفية لهذا اليوم مع مجموعة من الأنهار وتبعيتها للبلاد أو الدول. وطبعاً اخترنا أنهار مش كثير يعني واضحة في المعلومة إلى حد ما يجب أن نتعرف عليها. بدنا اثنين يكون علاقتهم في الجغرافيا علاقة لا بأس بها. ناخذ تفضلي تفضلي أنا مين معها تفضل جاي إذا لوحتنا الخفية اليوم تتعلق بموضوع بلاد وأنهار بلاد وأنهار الآن يتشكل ضمن 16 مربع على اللوحة 8 بلاد وتمن أنهار بدكم بطريقتكم إما الحظية أو الذاكرة أو المعلومة تعرفون عليهم واضح الآن؟ هلأ نتعرف على متسابقتنا هيام سليمان أوف شو هالعقالة هيام سليمان أخت هيام سليمان أهلا وسهلا فيك يا أخت هيام تتسابق مع مين؟
من السابق سامر عبد المالك. يا ريت لو تخليك على جنب الميكروفون. سامر عبد المالك. سامر عبد المعين. عبد المالك. عبد المالك. عادة بيبدأ المسابقة برقم يتفائل به المتسابق. شو الرقم اللي أنت بتتفائل فيه؟ ثلاثة. نهر الراين. نهر الراين في أي دولة تصوري؟ تقديرك تقديرك هيك يعني. آه. يعني بأي دولة؟ بأي دولة؟ آه. توقعك توقعك توقعك. بالسويد. بالسويد. هلا معلوماتها الآن إنه نهر الراين بالسويد. طيب إذا كان بالسويد، السويد تحت أي مربع تقبع؟ يلا. ماني. رقم 8 بتتوقع تكون السويد. طلع نهر الأمازون. أنهر 2 ما زبطت معنا، وبعود الآن إلى المتسابق سامر العزيز. أهلا وسهلا فيك، ويا سامر أعطيني الآن الرقم اللي أنت بتتفائل فيه. رقم 14. 14 لسامر. ورقم 16. و16 لسامر. وأخيرا. طيب إذن نهر المسيسيبي بالسودان ولا بأمريكا؟ المسيسيبي بأمريكا الشمالية. الله أكبر، هذا اللي فتحته هلا. بأمريكا الشمالية. ها بقول له والله لسه بفكر بالسودان يعني. لا عم فكر بالمربع اللي بعده. طيب هلا تأكدت معلومتك إنه أمريكا الشمالية المسيسيبي فيها مربع آخر. واحد. لحظة. تفضل. نفتح مربع واحد لسامر. لبنان. شو نهرها؟ أي مربع؟ ثمانية. ثمانية. خطأ. الأمازون. برجع الآن لهيام. هيام. يلا. 15. أقول لك إشي. بدي أنصحك نصيحة. ماشي. لا تلتفتي الأصوات اللي وراكي. كلهم بغرروك يا عبي. أي رقمك؟ 15. بدها رقم 15. فرنسا. فرنسا في نهر فيها معروف مشهور تحت أي مربع؟ نعم. ما طلع. ما طلع. 13. نهر السين. نهر السين. نهر السين. هلا صار في تعادل بالألوان، 2 أصفر 2 أخضر، والمسابقة إلك الآن. 10. بدها مربع 10. ألمانيا. طلع من شوي. طلع من شوي. طلع من شوي. أي نهر اللي قلنا عنه اللي طلع أول مربع؟ ثلاثة. أيه هو شو اسمه؟ ثلاثة الراين. الراين يا راين. ثلاثة. ثلاثة الراين. ثلاثة الراين. 4 أصفر 2 أخضر. مسابقة مع هيام. مربعك التاسعة. التاسعة صباحا. افتح يا مربع 9. سوريا. أربعة. أربعة. متأكدة؟ ايه ايه. نفتح 4. العاصي. العاصي. الآن صار في استعمال ذاكرة واستعمال معلومة وعمال يتعاون معها الحظ. أي مربع الآن؟ خمسة. لحظة هلا بالرواقة. بالرواقة. خمسة يا خمسة. افتح لنا مربع خمسة. هنغاريا. واحد. مين؟ ثلاثة. 12. 12. نهر الليطاني. طيب. لحظة. نعم. بختار رقم واحد. الآن نرجع لسامر، بده ياخذ مربع واحد. لبنان. مشهور بنهر الليطاني. أي مربع؟ 12. 12 ليطاني. وصحيح. ليطاني. الآن أي مربع آخر؟ 11. بدنا نفتح مربع 11. الفولغا. أي دولة؟ بختار خمسة. 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 هنغاريا. هلا الآن حتى لاحظوا كيف الآن ذاكرة
ومعرفة والحظ الآن صار معك لأنه فتحت مربعات كلها قدامك الآن. يلا هي المربعات كلها انفتحت الآن. خمسة. خمسة. هنغاريا شو طلع لها؟ لا مش معناه. آه. ما بعرف. ما بعرف. سبعة. سبعة. الدانوب. 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 اثنين. أربعة. ستة. ثمانية. الآن في إذا أخذ الأخضر فتعادلوا. أعطيني مربع جديد. مربع جديد. 11. الفولغا. خلص. نفتح اثنين. روسيا. 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 إذا نهر الفولغا في السودان. بروسيا. بروسيا. طبعا. طبعا. هلا ظل عندنا ستة وثمانية. أي واحدة تفتحي؟ نفتح ستة. نفتح ستة الآن. أمريكا. نهر الأمازون. نهر الأمازون في أمريكا؟ إيه. نهر الأمازون في أمريكا؟ إيه. نعم صحيح. نعم صحيح. نعم صحيح. إذا تنتهي مسابقتنا الآن بهذه النتيجة اللي كانت واضحة جدا لصالح هيام، وكان 12 مربع أصفر مقابل 4 خضر لسامر. مبروك عليك الأربعة الخضر، ومبروك عليك 12 الصفر. سؤال، كم معلومة أضفتي لحالك اليوم؟ ستة. ست معلومات. وانت؟ سبع. سبع معلومات. إذا مبروك عليك سبع معلوماتك، مبروك عليك ست معلوماتك، ولك جائزة البرنامج في الختام. وشكرا يا سامر، وشكرا يا هيام، وشكرا لكم، واهلا وسهلا فيكم. من البلاد ومن الأنهار ومن اللوحة الخفية ننتقل لمتابعة أحد المواقف. لاحظوا الموقف هذا كم في حرج. جمال في صالون حلاقة، بدخل عليه رضوان وفي زبون أمامه. الآن رضوان من أفراد البرنامج بيعطي له زي أمانة. الأمانة بتوحي إنه فيها شيء خطر، بيحطها قدام الزبون. الآن كيف سيتصرف الزبون مع هاي الأمانة المشكوك في أمرها؟ وكيف سيتصرف معه جمال مع الزبون ومع رضوان؟ نتابع الموقف الآن. المواد كلهم بتقدموا فيهم فحص؟ اي والله بنقدم فيهم فحص. ان شاء الله ناجحين يا رب. تسلم الله يخليك. جمال في صورة عم بخوض، نسيت حتى الكيس عندك. شو بعد شو في؟ في اثنين لاحقيني، شوفوا شو بدهم. نفسهم بدهم يقولوا عروض هون وعمل حالك عم تحلق، انت حط فوط على السرية. يلا هي بشكي. وعلى اساس الكيس للزبون. إذا حدا سأل من الصبح عم بحلق. خلص شو بدك أنت؟ يلا بدي أسألك سؤال، لمين شو في الكيس؟ عادي كيس عادي مو في يعني. ممكن نشيله من هون؟ شيله. فكرت انه لك هو لك عادي. وهي المواد في منها صعب وفي منها سهل ولا شلون؟ والله كلها صعبة. كله صعب. كله صعب. الإضاءة عم تضايقك شيء؟ لا. طيب إذا سمحت شيله من هون. ما في شيء على فكرة. شيله عم بقلك. بدي ساوي جاتو بالبيت. معلش شيله. فوصيه على شو حطه قدام صاحبه. أنت شو بدك قدام صاحبه عم بقلك؟ شوف ما في شيء الكيس هلا معلش طب ما في شيء الكيس قدام صاحبه حطه قدامي انا معلش شيله ورجع حطه قدام صاحبه هلا وقت بحطه بحضنك الكيس قل لي لا معلش شيله قدامي حبيبي ما في شيء انا منظره انت ليش خوفت لهالدرجه منظره مضايقني هيك شيء ثاني ها نشيله وهي المواد كلها وما يمكن اني انا من الصبح عم بحلق هون السلام عليكم السلام لحظه شوي شيل الكيس عم بقلك حبيبي كيس ما في شيء كيس هو قاعد حتى قلوب شيل الكيس هذا الكيس هذا الكيس لهذا لهذا لا بقول لكم ايده كام شو بدي اتبلى انا الله فيكم بدي اتبلى انا بايدك الكيس فما شو عم لك الكيس له اجى وقلت له خذ خليه معك عم ذكره فيه حتى هذا الكيس مو لإلي هذا الكيس
فقال لك شغله قاعد عم بحلق، فات هذا الشاب لهون وقال لحينه عالم عطاي كيس، هذا الكيس مو لإلي، هذا شيء ما تعطيه لصاحبه، هذا مصطفى عبد الله مثل ما عم بقول لك تعطيه لصاحبه وبلا تبلي، فهمان علي؟ شو عم تبلغ؟ شو عم تبلغ؟ مش عارف شو في الكيس انت اصلا؟ لا اخي ما بدي اعرف شو في بالكيس انا، فهمان علي؟ شكلك هذا منتور؟ هيك منتور انا بدي انتقل هيك، مالك علاقة فيني؟ الكيس شو؟ الزلمه الشاب هون قاعد عم بحلق انا، لقيته غير اجا وعم يطال هون الحلاق هون كيس له لك فشلت عيونك قبل كيس لك فما لي ليش عم بحكي معك طول بالك ايش هيك شو طول بالي ما طول بالي شو شغله البالونه اللي كان فيها الكيس له اخي مو لي الكيس فما شو عم بحكي معك هلا ما بعرف شو فيه شو في الكيس هذا افتحه شو انا بقول لك شو في الكيس ها شو الكيس ما في شيء وصيت امه للشب غسلت لي اياهم من فوق لانه مستعجل عليهم عندي على الارض ها شو في شو في ليش ما أخي باختصار طلع هون شوف قبالك هي كاميرا خفية طلع هون بدي بالك ما بدها عصبية طلع هون شوف قبالك هي كاميرا خفية طلع هون بدي بالك ما بدها عصبية هاي يمكن إيش ولا هدول هني الله وكيلك كيس سلوى طول بالك ده التين ما دخلني هني قلوا التين هاتوا أنا بحلق زبون أول كيس إلهم اثنين طول بالك عشان عوض كمل كمل لك كمل لك عوض عوض أخي بطلت أنا أحلي ما بدي هذا الكيس مو له لا الكل هذول أخي هذا الكيس إله لا إلهم أنا جاي أبحلق ليك ليك هذا الكيس كان إلهم هذا شو الكيس لا مو إلهم شو واحد قال لحقينه اثنين شو هذا تبلي أنا بحط كيسي هون إيه أنت إني إجوا اثنين لك أنا بحلقها أنا ما دخلني كيس إله أخي الله وكيلك أنا جاي أحلق نعم جاي أخي أنا بطلت أحلق ها الله يعطيك العافية حالينك مزدقنا كل شيء. ما بدي أنا. مشان سمعت المحل تعال. ما بدي أنا. تعال تعال. ما بدي. خليك واقف بس. تعال. ما بدي. ما بدي. ما في شيء كيس في بشكير غاسل وجايب لي ياس زلمة ها ها ما في شيء كيس شو بقى خي؟ بس كنا عم نصور معك موقف بالكاميرا. معك عذرة تضحك وإيد معذور عذرك معك عذرة تضحك وإيد معذور وإنت اللي في طبعك عيني وعلى راسي عيني وعلى راسي أرجو أن نكون قد وفقنا في رسم هذه الابتسامة على وجوه مشاهدينا أينما كانوا وحيثما وجدوا وإن شاء الله نلتقي معكم مع بسمات أخريات ومواقف أخرى وحلقة أخرى من منكم وإليكم وعين عليكم وإلى اللقاء.